سنك قد ايه وطولك قد ايه؟ قولي لهم. سني 49. 49 ها؟ 350 صايم، وكان بيوصل ل 400 ويك، باخد 40 الصبح و40 بالليل وبين الشام الدهوريه. كان عندها كمان منطقه بطن. قلت لك السبب ايه؟ الانسولين. الانسولين ده من فين؟ بالظبط. نزلت كام بقى في السكر؟ 5 كيلو. لا السكر. السكر من 40 ل 25 الصبح. واحدة. 25 واحدة الصبح. ووصلت يعني كنت باخد 20 بالليل نزلتهم ل 15. ونزلت 5 كيلو. والسكر الحمد لله لسه النهارده الصبح 140. اللهم صل على النبي. صايم ولا فاطر؟ صايم. وفاطر كام؟ لا لسه ما افطرتش. تمام زي الفل. زي الفل. بعدين اروح افطر واقيس. حصل لك التغيرات اللي قلتها من شويه، فقد الطاقه بتاع اول اسبوع؟ لا. مجرد ماشي. مرضى السكر اللي بياخدوا انسولين عالي بيحصل لهم برضه فقد طاقه بس مش قد كده. ولا انت كنت مظبطه املاحك؟ لا لا انا كنت مظبطه املاحي. بس دي النقطه اللي بتتقال، لان مجرد ما هينخفض بالانسولين، يعني يا جماعه انا عايزكم تتخيلوا معايا حاجه، في حد تاني ما عندوش زي ما انت واقفه، في حد تاني ما عندوش سكر؟ مرضى ما عندوش سكر. طب تعالى هنا ما عندهاش سكر وهي عندها، يعني ما عندهاش سكر وهنا مريض سكر، هنا بتاخد انسولين، هنا البنكرياس بيفرز عندها انسولين. الفرق بين الحاجه ومدام صابرين، الفرق كالعربيه الاوتوماتيك ولا العربيه المانيوال؟ نركز في الكلام ده. العربيه الاوتوماتيك اللي هي انت بتركبها اول لما تيجي تسوقها بتجيبها حرف الدي وتمشي عارفه نفسها. فمجرد ما انت بتنخفض بالكربوهيدرات وتظبط املاحك اجباري، البنكرياس بيهدم الانسولين. مجرد ما انت بتطبق نظام منخفض الكربوهيدرات على العربيه الاوتوماتيك اللي هي مدام صابرين، معلش يا جماعه لا اوكي فاهم الناس. ايوه انا فاهم. خلاص ايه اللي هيحصل؟ البنكرياس هيبدا ينزل في الانسولين وبالتالي الجسم هيظبط نفسه. وعايز اقول بالنسبه للعربيه المانيوال يا مدام عمير، هي اللي بتسقط الخيار، يعني هي اللي مثلا بتجيب اول تاني تالت رابع. الانسولين هي اللي متحكمه بايديها، فبتقلل الجرعات عشان خاطر الجسم يبدا يخش في ايه؟ في تغيير الطاقة. فترة التغيير دي فترة محدش يستاون بيها. انت جسمك بتبقى انت اصلا عايز تبقى انت ماشي على نشويات، وعايز تحول جسمك من نشويات الى دهون مختزنة تبدأ تحرق. فالفترة دي اسمها فترة التغيير. يا ريت يا جماعة الكل يبدأ قبل رمضان، خلي فترة التغيير قبل شهر رمضان، لان انا عايز اخشى الاغماء واخشى واظبط الاملاح بشرب المية، باخذ الاملاح بتاعتنا بتناول